وللمزيد من التفاصيل عن انتهاكات الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين وحرق منازلهم نكاية بهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة ممثل جرحى تظاهرات ثورة تشرين في البصرة الناشط علي كاظم. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني بحسب تقارير حكومية وشهادات الناشطين تم حرق منزلكم من قبل ميليشيات. من الميليشيات تتهم بإحراق المنزل أستاذ علي؟ الميليشيات اللي تهددت من قبلها قبل فترة واللي عليهم أنا رافع دعاوى وسبب يعني الضربة اللي تعرضت لها والإصابة هي يعني ميليشيات متنفذة من أحزاب ثار الله وحياد صدري اللي يساومون، كانت أكو مساومة. طيب أستاذ علي، كيف وقع الحادث؟ هل تضرر أحد من ذويكم نتيجة هذا الإحراق؟ نعم، الحرق كان للمنزل، تعرضت للإصابة والدتي وأختي، يعني بنت أختي اللي هم دخلوا عليهم كذا مرة مرتين، أكثر من مرة أنا تعرض للهجوم من قبل هاي الميليشيات. الحرق منزل يعني راح البيت كله انحرق، الوالدتي بالمستشفى صارت ضرر، ويعني أختي طيب. نفس الشيء تعرضت. أستاذ علي، لماذا تم إحراق منزلكم؟ بمعنى آخر، هل تعرضتم إلى تهديد من قبل وكيف كانت أشكال هذه التهديدات؟ كانت أشكال طبعاً تعرضت سابقاً لعدة تهديدات من أجل التصفية، يعني أشكال جد، فما أخذنا على محمل الجد من التهديدات أنه كتب على بيتي، وهي طبعاً كتابة كانت تابعة حسب الكتابة اللي مكتوبة هي كتاب حزب الله، كانت تعرضت لهم للنقد، فقدهم دائماً، فما أخذت على محمل الجد. بعدين صار المساومة من قبل استخبارات فرع السلام اللي هم أجوا أخذوني وعامر فوج مالهم، وبدأوا المساومة على أسماء، أنه بالبداية زعموا اتهموا أنه أنا مدعوم، تعرف أنت هاي. نعم أستاذ عالم، فضافوا أسماءهم، هذا من عندي يعني أقول على الأسماء، حتى اللي ما بسوا شيء لا يقول أنه أنتم هاي الأسماء عناوينهم وكذا، فأنا ما عندي شيء. طيب أستاذ علي، مساهم على هذا الموضوع. نعم واضح أستاذ علي. نعم. يعني ماذا كانت الرسالة التي تمرر من خلال هذه التهديدات؟ ما الذي يريدونه منك تحديدا؟ أول رسالة اللي كانت هي على ثار الله أنه أتنازل عن الدعوة اللي قايمها أنا ضدهم. نعم. وضد رئيس الحزب اللي هو سيد يوسف وأخوه أصاد أصاد، خلينا نقول الميليشيات، عبروا اسمي الأمن الحشد هم باعتبار أنه أنا مسوي تعرض على المقر معهم. الميليشيات اللي تابع التيار الصدري اللي هي تعرضت نوعا من المساومة، ساوموني ويردون أنه أنا أنطي أسماء وتعامل وياهم. نعم فأنا رفضت هذا. نعم أستاذ علي، حرق المنزل، هل بلغتم الشرطة عن ذلك؟ نعم كان كله يقيض مجهول، لأن الشرطة تعرفت ما تقدر تسوي أي شيء، خصوصاً بالوضع الحالي، مو بس أنا، طبعاً كثير من الناشطين، أي جريمة تقيد اليوم تقيد ضد مجهول. أستاذ علي، حرق المنازل وخطف الناشطين، يعني هل سيثنيكم عن استكمال مسيرتكم لكشف فساد الميليشيات وشركاء العملية السياسية؟ لا أبد، هم واهمين بهذا الشيء، وهاي رسالة أتمنى توصل لهم ويسمعونهم. هم واهمين، دو يكتلون، يصوبون، يحرقون، يهجرون، احنا صوتنا راح يبقى عالي، احنا خلقنا أحرار ونبقى أحرار وما نتبع الأحد، ولا بيوم الأيام كنا عبيد الأحد مثل ما هم يتبعون أسياد، فاحنا ما نتبع أحد. نعم، وهذا الشيء يزيدنا عزيمة وأصرار بعد. من البصرة ممثل جرحى تظاهرات ثورة تشرين في البصرة الناشط علي كاظم، شكرا جزيلا لكم.